ستة جيوش في سوريا وقبلهم 60 جيشا. اللي يتابع الوضع في سوريا يجد أن الوضع صعب للغاية. في 6 جيوش تدخلت في سوريا بشكل مباشر في الآونة الأخيرة، في قوتين عظميين، في الجيش الأمريكي وفي الجيش الروسي، في قوتين إقليميتين في تركيا وفي إيران. دخلت فرنسا على الخط وقامت إسرائيل بضربات أكتر من ضربة للأراضي السورية. يبقى إذن في جيش أمريكا وجيش روسيا، في جيش إيران وجيش تركيا، في جيش فرنسا وكذلك في إسرائيل. يبقى 6 جيوش بقت موجودة بتتصارع على الأراضي السورية كأننا وقت الحرب العالمية الثانية في برلين لما اتقسمت برلين وكان فيها 4 جيوش. دلوقتي 6 جيوش موجودة في سوريا، وقبل الستة كان في القوات اللي هدفها إسقاط تنظيم داعش أو التحالف الدولي ضد داعش كان أكتر من 60 جيش. إذا طلعنا من 60 لـ6، من عشرات الجيوش إلى 6 جيوش، كل ده على الأراضي السورية. والنتيجة اللي احنا شفناها مئات الآلاف من القتلى، ملايين بلا مأوى، مدن بقت حطام تماما لم تعد قائمة بيننا. اللي عايز يرمم بيت واحد، منزل واحد، بيدفع تكاليف كتيرة جدا. لما تشوف الرقة أو حلب دلوقتي كل البيوت تقريبا منهارة، كل المنشآت والمباني على الأرض أو شبه الأرض. فتخيل بقى لما حد يبني بيت أو يبني عمارتين ثلاثة أو يبني نص شارع، أنت تبني مدن كاملة من الألف إلى الياء، تكاليف فادحة جدا. ده اللي خلى كاتب أمريكي زي توماس فريدمان يقول إن مفيش حد عايز ينتصر في سوريا، لأن اللي هينتصر هيدفع تكاليف إعادة الإعمار، فالتكاليف فادحة جدا. مين هيقدر يبني كل هذه المنشآت؟ مين هيقدر يرمم كل هذه المدن؟ وطبعا بقى مين اللي يقدر يعيد كل هذه الأرواح؟ لن تعود أرواح، ومصابين كتير جدا هيبقوا في همومهم، ومنازل ومدن ستبقى كما هي في هذا الوضع المزري للغاية. كتير بيتساءلوا طب 60 دولة ثم بعد كده 6 جيوش، كل دول ايه الهدف اللي كان موجود في سوريا؟ البعض بيقول الهدف الأسلحة الكيماوية لغاية ما تم تدميرها تماما. البعض بيتساءل يعني هم اللي بيموتوا بالأسلحة الكيماوية أغلى من اللي بيموتوا بأسلحة أخرى؟ هل مئات الآلاف من القتلى بأسلحة غير كيماوية ما لهمش قيمة، وعشرات القتلى بالأسلحة الكيماوية أو حسب مزاعم أنها أسلحة كيماوية دول أهم؟ فالعالم يقوم عشان عشرات القتلى بسلاح كيماوي وما يقومش عشان خاطر مئات الآلاف من القتلى بأسلحة أخرى؟ الناس كلها في حيرة، ليه في اهتمام أكتر بهذا الأمر دون هذا الأمر؟ وده مش معناه التقليل من خطورة استخدام سلاح دمار شامل، إنما الناس تتساءل ليه في ناس أغلى من ناس؟ ليه العالم ممكن يتحرك لما يكون في خطوة تجاه أفراد ولا يتحرك لما تكون في خطوة تجاه 1,000,000 فرد أو مئات الآلاف من الأفراد؟ ما يبدو الآن إن الهدف كان في سوريا هو تدمير أجزاء من الجيش السوري، إن الهدف كان في سوريا تدمير سلاح الدمار الشامل السلاح الكيماوي في سوريا، الهدف في سوريا ربما طموحات أو مطامع تجاه النفط والغاز في شرق المتوسط، إنما لا يبدو أبدا رغم كل هذه الجيوش إن الهدف كان وحدة أو استقرار أو أمن الدولة السورية. سوريا من أكبر مآسي العالم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.